إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما كتشوفوا غادي نشرعوا اليوم في درس في المضارع. الأسبوع الماضي بدأنا في دروس، لأن دروس حول الأفعال، الكثير والكثير من الإخوان والأخوات بغاو الأفعال، وهي راه مهمة في تركيب الجمل. كاين أكثرية ما كيبغيش أو لا يحب هذه الأفعال، إنما قلت لكم فارضا أنني لا أضع أو أسرد الأفعال هكذا سردا، إنما هذه الأفعال أضعها في جمل، جمل التي ستفيدكم في حياتكم اليومية. وفي نفس الوقت هاد الدروس ديال الافعال راه كيجعلكم باش تكلموا مزيان، باش تكلم، باش ما تغلطش، باش ما تغلطش، لان مشكل في هادشي ديال الافعال. اذا تبع معايا مزيان ودير داكشي اللي غادي نقول لك، والنتيجه ان شاء الله غتكون مزيانه ومزيانه بزاف. اذا فلنبدا على بركه الله. اخواني اخواتي، اول حاجه غادي نبداو بها وهي لا بريما كونيوغاسيوني. لا بريما كونيوغاسيوني، لان في الايطاليه عندنا لا بريما كونيوغاسيوني، لا سيكوندا كونيوغاسيوني، اي لا تيرسا كونيوغاسيوني. لا بريما كونيوغاسيوني هي الافعال التي تنتهي ب اري، اري يعني اري، بحال الفعل اللي عندكم ابيتاري، ابيتاري يسكن او يعيش، مانجاري، مانجاري، آري، أسكولتاري، أسكولتاري، أماري، أماري، حبة. هذه كتسمى بريما كونيوغاسيوني. إذا اليوم غادي نركزو على لا بريما كونيوغاسيوني. كي وفي وسنصرفها في المضارع، المضارع يعني الحاضر، الحاضر اللي هو بريزنت انديكاتيفو. وهذه الأفعال اللي كتسالي بآري، آري كتسمى أفعال ريغولاري، ريغولاري يعني أفعال نظامية، نظامية، لأن الأصل ديالها أو الجذر ديالها هو لا راديشي، ما كيتغيرش. حنا غادي نشوفوا داكشي بالتفصيل باش تفهموا مزيان. إخواني أخواتي، لاحظوا معي جيدا، عندما أقول أبيتاري، أبيتاري فعل، أبيتاري يعني سكنة، سكنة، أبيتاري. ما هو لاراديشي؟ لاراديشي ديال هذا الفعل هذا، يعني الاصل ديالو هو ابيت، ابيت. اري كتسمى لا ديزينينسا، اخر، اخر الفعل لا ديزينينسا. في الوقت الذي اصرف فيه الفعل لاراديشي التي هي ابيت، ابيت لا تتغير، لا تتغير من الاول الى الاخير. ما هو الذي يتغير؟ آخر، آخر الفعل، آخر الفعل. عندما أقول إيو أضع أو عندي بالأحمر، عندما أقول تو أضع إي، عندما أقول لاي ولوي أضع أ، عندما أقول نوي أضع يامو، عندما أقول فو أضع آتي، عندما أقول لورو أضع آنو. لكن لا راديشي لا تتغير. إيو أبيتو، تو أبيتي، لوي لي أبيتا، نوي أبيتيامو، فوي أبيتاتي، لورو أبيتانو. كي الآن غادي نشوفو ترجمة ديالها باللغة العربية. إيو أبيتو أنا أسكنو، io abito, ascono, tu abiti, anta tascono, lui, lei abita, yescono au tascono, noi abitiamo, nahnu nascono, voi abitate, antum tasconuna, antunna tasconna, loro abitano, هم يسكنون، هن
يسكننا. أعيد، إيو أبيتو يعني بها أسكنو. ونضع أو تو أبيتي تسكنو أو تسكنين، وأضع إي لوي ولا لاي أبيتا تسكنو أو يسكنو. نوي أبيتيامو نحن نسكنو. voi abitate أنتم تسكنون أو أنتن تسكننا. loro abitano هم يسكنون هن يسكننا. كيفما قلت لكم في الأول، عندما أضع درس في الأفعال لا بد أن أضعه في جمل التي تستعملها أو تستعملونها في حياتكم اليومية. الآن عندنا دائما فعل سكن أبيتاري. جملة الأولى إيو أبيتو، أنا أعيش أو أسكن. إيو أبيتو دوفي، دوفي أين؟ أروما، أروما أعيش في روما. ويمكننا أن أقول أنا أسكن، أنا أسكن في روما. إيو أبيتو أروما. الجملة الثانية تو أبيتي، تو أبيتي هنا لم أكتب أبيت لأنني كما قلت لكم لا تتغير، لا تتغير لا رديشي لا يتغير. أبيت أبيت كتمشي دائما لا تتغير. allora تو أبيتي da sola، تو أبيتي da sola، da sola يعني وحدك. أبيتي تعيشين، تعيشين. تو أبيتي da sola تعيشين. عندما يكون الرجل أقول تو أبيتي da solo، تو أبيتي da solo يعني وحدك، وحدك. جملة الثالثة لوي أبيتا، أبيتا أ كون لا سوا فاميليا، كون لا سوا فاميليا يعني يعيش، هو يعيش مع عائلته. لا سوا فاميليا كون هي مع. ثم عندنا نوي أبيتيامو، نوي أبيتيامو نيل تشنترو ديلا تشيتا، نوي أبيتيامو نيل تشنترو ديلا تشيتا يعني نحن نعيش دوفي أين؟ نيل تشنترو، نيل تشنترو نعني به وسط، وسط ماذا؟ المدينة ديلا تشيتا، ديلا تشيتا يعني وسط المدينة، نيل تشنترو ديلا تشيتا. voi abitate vicino a noi، voi abitate vicino a noi يعني أنتم تعيشون بالقرب منا، تعيشون قرب منا. voi abitate تسكنون vicino، vicino هي قريب، قريب. ملي كنقول vicino a noi يعني بالقرب منا، حدانا. vicino a noi يعني حدانا. تو أبيتي نقول لك عليك نتايا، تو أبيتي vicino a me، vicino a me يعني حدايا أنا. io abito vicino a te، vicino a te يعني حداك انت، vicino a te. voi انتما abitate vicino a noi، vicino a noi يعني بالقرب منا، انتم تعيشون بالقرب منا. هنا كنهضر في المؤنث وفي المذكر بالفرنسية، مذكر او المؤنث، لكن بالعربية الا كان المذكر كنقولوا تعيشون، إذا كان المؤنث تقول تعيشنا. ولكن في اللغة ديال الشارع، مش اللغة بيناتنا، في الشارع ما كنقولوش تعيشنا، تي كنقولو عادي كتعيش، فين كتعيش، فين كتعيشي، يعني داكشي عادي. هنا إذا كنتي مثلا كتكتب قصة ولا كت ولا بدا ما تكتب باللغة العربية الفصحى. كي آخر جملة عندنا هي loro abitano al primo piano، loro abitano al primo piano يعني هم يعيشون في الطابق الأول. عندما أتكلم في المذكر هن يعيشن،
عندما أتكلم في المؤنث. Allora in italiano لا تتغير في المذكر ولا في المؤنث. إذا عندما أقول loro abitano هم يعيشون. Dove أين؟ al primo piano. al primo piano يعني primo هو الأول، piano هو طبق. al primo piano، secondo piano، terzo piano، quarto piano، quinto piano إلى غير ذلك. إذن خصكم تعقلوا على لا ديزينينسا، يعني باش كيسالي الفعل او اي ا يامو اتي انو، تمشيو على هاد النمط ان ما كيتغيرش اذا كان ريغولاري، اذا كان فعل ريغولاري. اخواني اخواتي، هاد الدرس هذا سهل، لكن غدا ان شاء الله غديروا التطبيقات تمارين باش نرسخوا هاد الدرس. ما تنساوش تاخذوا دي نوت، تاخذوا شي حاجه اللي ما عرفتوهاش كتبوها. تو تنساوش تكون عندكم الكتاب ديالكم وتكتبوا المسائل وتعاودوا ترجعوا ليها. اوكي، مره اخرى كنشكر الناس اللي دخلوا عندي القناه. ما تنساوش اخواني اخواتي ديروا ليا لايك وتدعموا القناه ديالي باللغه العربيه، راه خليت لكم الرابط ديالها في التعليقات وصندوق الوصف. إذن هاد الدرس هذا، ولكن سوبيتو يعني من بعد هاد الدرس هذا، راه غادي ندير لكم دابا نيت، غادي ندير لكم درس دائما الحوار اللغه الايطاليه، لانكم انتم في حاجه الى تكلم وتحاور باللغه الايطاليه. إذن تشوفوا من بعد ان شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.